المرارة حقيقة الالتهاب بتاع المرارة عندنا نوعين من الالتهاب، في التهاب الحاد والالتهاب المزمن. التهاب المزمن ده اللي بيبقى عند معظم الناس، اللي هو شخص عنده حصوات في المرارة بقاله فترة وبتجيله نوبات كل ما يعني كل فترة، يجيله ألم في جنبه اليمين، دايما ليه علاقة بالأكل الدهني، يعني لو كان حاجة فيها دهون يبتدي يجيله وجع في جنبه اليمين، يسمع في ظهره أو كتفه. دي بتبقى العلامات التيبيكال قوي للمرارة نفسها. الالتهاب الحاد ده شخص عنده حصوات ولكن الحصوة دي اتحركت وسدت قناة المرارة نفسها، فالمرارة اتنفخت، وهنا الأمور بتختلف شوية، بيبقى عنده بقى الوجع شديد جدا، الوجع يستمر معاه ساعات وقد يستمر أيام، يبقى معاه حرارة، قد يكون معاه ترجيع، الألم برضو بيسمع في ظهره أو كتفه، والحقيقة المسكنات ما بتجيبش نتيجة بسهولة قوي ليه، وقد يلجأ المريض أو يحتاج إن هو يخش مستشفى بحيث ياخد مضادات حيوية بالوريد ونمنع عنه الأكل ونديله محاليل زي كده. حصوات المرارة من حصوات الأمراض المنتشرة جدا، يمكن 25% من الستات بيبقى عندهم حصوات في المرارة، ودي يمكن أشهر عملية على مستوى العالم كله تتعمل، اللي هي استئصال المرارة بالمنظار. الحقيقة حصوات المرارة عشان يعني لو واحد عنده اكتشف إن عنده حصوة في المرارة، هل نعمل له عملية ولا ما نعملوش؟ إحنا نقسم الأول الحصوات دي نوعين، حصوات بأعراض وحصوات بدون أعراض. الحصوات اللي بأعراض لازم تتشال، يبقى إذا كأنها معادلة كده، حصوات زائد أعراض تساوي استئصال على طول. اللي هنتفاهم فيه المريض اللي هو اكتشف بالصدفة إن عنده حصوات، زي واحدة حامل مثلا بتعمل سونار لقت إن في حصوة في المرارة، هل تشيلها ولا تشيلهاش؟ ليها بقى مواصفات معينة حسب حجم الحصوات، لو الحصوات دي صغيرة قوي بخاف إنها تنزل قوام المرارة فالأفضل إن أنا أشيلها، على حسب شكل المرارة نفسه، ساعات حاجة المرارة متكلسة دي ممكن تقلب ورم فنحب نشيلها، يعني عندنا شروط معينة في الشخص اللي عنده حصوات وما اشتكاش عمره بأي وجع. لكن أي شخص جات له حصوات واشتكى لازم يشيل مرارة، لأن دول معرضين للمشاكل الكتيرة بتاعت المرارة. والحقيقة استئصال المرارة بمنظار عملية سهلة مفيهاش مشكلة، والمريض بيمارس حياته بصورة عادية وما عندوش اي معوقات في الاكل بعد الاستئصال، يعني هياكل الدهون بعد كده بصوره عاديه تماما، لدرجه ان في بعض الستات تقول لك انا تخنت بعد ما شلت المراره. الحقيقه المراره مش ذنب، بس الفكره انها كانت قبل كده لو كانت الدهون تتعب بعد ما شلتها بتاكل كل حاجه فبتتعبش، فهي بتدخل نتيجه الاكل مش نتيجه المراره نفسها، لان المراره هي عباره عن عضو بيخزن العصاره الصفراويه مش بيفرزها، اللي بيفرزها الكبد، فلما بشيلها العصاره بتنزل مباشره على الاكل وبالتالي بتقوم بوصفة الهضم بتاعتها عادي.